بسم الله الرحمن الرحيم. بعرف حبايبي، انتوا تعرفوا اولت امبارح شو صار؟ احمد رفيقي يمكن لمس او تلبس ما بعرف شو، هلا عم يدق لي هلا تقريبا الساعة 12 بالليل بدي ضل قاعد عندي للستة. انا فتحت كاميرا وقالب الشاشة. انا هلا بفتح، لا تفتح، اوعى تفتح. ها فتحت كاميرا ما بعرف شو ممكن يصير. ما بعرف يمكن افتح له ولا ما افتح له، يعني مش عارف صراحة، مش عارف. بس فتحت كاميرا لأنه عرفت إنه هو جاي وراح يضل عندي للستة مبارح، والله العظيم 6 الصبح لحتى قدرت أخليه يروح على أذان الفجر يا جماعة، لحتى قدرت أخليه يروح على بيته. قال لي لازم أجي لعندك. ألو شو بدك؟ شو تاع الباب؟ احمد روح على بيتك عمي. تاع الباب خلاص يا اخي، روح على بيتك، لازم فوت. تاع الباب، لا تدق الباب. تاع الباب يا احمد شو بدك؟ طيب يلا جاي افتح الباب. يلا باي. لك لا ده احمد، اوعى تتصل بالبوليس. مرتي دغري اتصل بالبوليس. يلا جاي. شو الهبل هذا؟ الهبل. خير شو الدنيا شتا يا زلمه فاير. روح احسن روح. شو بده؟ ما شو بده؟ واحد جاي لعند رفيقه شو بده؟ يلا فوت. خير شو بدك؟ يقعد هون. شو؟ يقعد هون. ايه تفضل. شوفي رجع بكره عندك دوام. احمد شو بدك؟ يقعد هون. شوفي يا بس مالك طبيعي، مو هيك العالم تجي، يعني احكي عادي تجي. انا عادي شباب. عادي اوكي. شو بتشرب شيء؟ اي شيء بشرب. لهلا؟ فدي نام. ليش؟ ما أعرف، نمت ولا ما نمت؟ ما نمت. أنت عم يصير معك شيء؟ ولا عادي؟ عم تحس بشيء؟ ما عم تقدر تنام؟ كيف ما عم تقدر تنام؟
ما نمت. إذا أربعة أيام ما تنام تهستر وتموت. ما نمت. إيه نام تسطع. ما بدي نام طيب. أنت شو صار لك يا زلمة شو صار لك؟ هلا أنا امبارح ما نمت هون؟ لا ما نمت هون أنا ستة وصلتك على البيت. عم تقلي ما نمت، مانك عرفان وين نايم؟ والله فيك شيء ولا عم تمزح؟ يعني شو عم تحس أنت؟ ها؟ حس بشو؟ شو؟ ابي مشوب لابس لي جاكيت ابو 50 احمد حبيبي انت يعني انت عارفان شو اللي صاير يمكن هلا فيك شيء او كذا بعرف انه انت هلا حاليا شو عم تلعب لي بعيونك يا زلمه احمد الله يرضى عليك انا لما كانت مرتي كانت يصير فيها اشياء غريبه كرهت حالي كرهته اجيت لعندي عطشان ليش عم تضرب هالطاولة؟ عطشان لاني عطشان دي ماي هيك الواحد هيك دي ماي بدي ماي قوم على الثانية دي ماي قوم هيك عم تطلب ماي؟ قوم بدي ماي خالص خليك رايق رايق روح أحلى ما أسناولك أنا احمد عم تمزح معي؟ اذا عم تمزح معي ايه ها؟ عم تمزح معي؟ لا شو صار معه هذا؟ شو صار معك؟ عم تفهم علي عربي؟ قلي شو صار معك؟ والله هون في بابا بشيء انت فيك شيء؟ شو صار معك يا زلمة؟ انت ليه جاي لهون؟ ليه جاي لهون؟ تفهم ليه جاي لهون؟ انت جبتني؟ احمد ليه جاي لهون؟ مين جابني لهون؟ ما بعرف مين جابك، بساط الريح جابك، شوفي شو جابني لهون؟ شو جابني لهون خالد؟ ما بعرف يلا احمد قوم مو انت جبتني لهون؟ مو انا جبتك يا اخي مو انا جبتك شو عم تساوي هون؟ يا احمد انا عندي ولد صغير وعندي مرة طيب ايه انا بس انا شو جايبني باخر قديش الساعة؟ هلا انت مش عارفان حالك مين انت؟ صاحب 12 انت مين؟ عارفان انا احمد شبك يا زلمة شو عم تهبل هون يا زلمة؟ شو عم بتهبل ما عملت شيء يا زلمة انا شو عم تساوي هون هلا؟ والله ما بعرف شو انا رجلي برجلي مش والله مو جبتني والله انا بتذكر حالي هون متى امبارح صح ولا لا؟ ايه هلا فهد انت يلا بوعيه غير كنت لابس بنطلون جينز لك احمد يا احمد انت شو كنت عم تعمل هون؟ هلا بشوي اجيت انت اجيت يعني يكون مو انت اللي اجيت هلا انت كيف اجيت لعندي؟ جاوبني تهزت لي الموبايل على جنب احمد ما استخبلوا بالهاي انت مو انت اللي اجيت هلا؟ لا يا ماشي
انت هلا 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 مو متذكر انك انت جيت طلعت على الدرج وفت على الغرفة هاي؟ هلا ما انا هلا فت. هني جابوه. مين هي؟ سارة؟ راح يضلوا يجيبوه. انت مين جابك لهون؟ مين جابك لهون؟ ملك انا هلا فت. وانت شو عارف؟ ما بقى لازم يجي على البيت، هو متلبس. بالله؟ ايه. شو متلبس؟ يعني صرت مثل اللي تحت. اه حبيبي. ما عم بدي احكي. سمعني. انا بعرف ليش جاي، وبس بده ينزل لتحت. بده يروح ينتبه على الاولاد. صحيح الحكي؟ اي اولاد سارة انت؟ انت روح روح من هون. اولاد وما اولاد صرت تحكوا لغة ثانية كمان؟ هو بيعرف انا شو عم بحكي. يا حبيبي. شلون عايش؟ انا ما بعرف شيء بس انا بعرف شو اشبه هو. انا عايش بجو عفاريت؟ لا ما جاي عايش بجو عفاريت، بس شوف كيف كل يوم بالليل رح يجي. عم نروح تبع الاولاد هنيك ببيتك، شو جاي؟ كل يوم رح يجي لهون. كل يوم ما رح يجي لهون، كل يوم ما رح افتح الباب. رح يوصل لحاله. مو مشان شيء يا جماعة، والله أنا كرهت هاي الشغلة. انتوا اللي عم تلعبوا معه. نحن اللي عم نلعب معه؟ لا هو ما قرب عليك، أنت نزلت عنده. أحمد 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 أحمد، خلص روحي سارة روحي نامي. احمد احمد عم تسمعني؟ احمد شغلك رقية ها؟ احمد عم تسمعني؟ انا فرزيك احط لك رقية. كني مزح. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد 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 سمعني شو شو صار لك شو شوفي انت بتلبسك جني يا ولد شو جني انا بتلبسك جني والله ما عم احسن احكي شو ما عم تحسن تحكي؟ شو ما عم تحسن تحكي؟ اقرأ شيء ولا كلمة؟ ولا إله إلا الله؟ أمين. ما عم تطلع معي يعني. جبت سيرة الجني لازم تحكي بعد شيء بس ما عم تحسن تحكيها شو صار لك هلا شو صار لك يا أخي والله العظيم؟ أنا حدا جابني لهون أنا في حدا جابني أنا أنت وين آخر مرة متذكر حالك؟ بالبيت متصلح هلا انت احمد مو بعقلك هلا من شوي قلت لي سؤال مرتي انا بقول لك كنت بالبيت متسطح شو جابني لهون ما بعرف والله ماني هذا صار يمشي ويتحرك من دون ما بيحس بحاله مثل ما كان يصير مع ساره كانت تمشي بالليل ما بعرف وين تنزل انا اولاد ساره بتقول لك تنتبه اولاد بتعرف انا اولاد شو بتعرف والله العظيم عذبني هذا قد التيس شو بدي يمسكه؟ بعدين قررت أطلعه برات البيت بأي طريقة حتى نغير جو أطلع. لأنه بصراحة أنا فكرت أنه صدمة نفسية من الشيء اللي صار معه بالقبو اندمت أني طلعت معه شوفوا شو صار ووين أخذني الفيديو راح يكون على قناة الهيبة بعد ساعتين من نزول هذا الفيديو اشترك بالقناة موجودة بآخر الفيديو